بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ابنائنا طلاب كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس قسم الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثامنة ضمن سلسلة محاضرات مقرر الصحافة المتخصصة. وهذه المحاضرة إن شاء الله ستخصص للحديث عن الصحافة العلمية، باعتبار أنه نحن في أوج الحوجة إلى هذه الصحافة الآن في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، اللي هو فيروس كورونا المعروف سرطان كوفيد 19. ويمكن للصحافة العلمية أن تقوم فيه بدور مقدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وأهلنا وبلادنا كل وباء وبلاء وابتلاء، وأن يسلمنا وأن يعافينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. إن شاء الله ستكون المحاضرة عبر الإنترنت مصحوبة بأمثلة وأسئلة للتعلم الذاتي ومقترحات ختامية، وبالله التوفيق والنصر. الصحافة العلمية، مفردات هذه المحاضرة هتكلم عن مقدمة حول تعريف ومفهوم الصحافة العلمية، أهمية الصحافة العلمية، وما هي وظائف الصحافة العلمية، وماذا يجب أن أتجنب فعله في الصحافة العلمية، وفي الصحافة العلمية ماذا يجب أن أفعل، كيف أكتب موضوعا علميا للصحافة، الصحافة العلمية اليوم، ومصادر الصحافة العلمية، والإعلام العلمي، وما هي موضوعات الصحافة العلمية، ولماذا الصحافة العلمية، والصحافة العلمية كيف أصبح الصحفي علمي، متى تنجح الصحافة العلمية بلا دورة عن المنشود؟ ما هي مشكلات الصحافة العلمية العربية؟ أو خلاصة المحاضرة الثامنة بالإضافة للأسئلة التعلم الذاتي ومقترحات ختامية بالنسبة لهذه المحاضرة. وبالله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحافة العلمية هي صحافة متخصصة تتناول مستجدات العلوم وتغوص بالمتلقين في عمق الحقول العلمية، وهي تتخذ أشكال مختلفة من الإعلام، فقد تكون مجلة علمية أو صحيفة متخصصة أو صفحة متخصصة أو موقع علمي أو مدونة للمتخصصين بالعلوم. وأيضا هناك قضايات علمية الآن، وهناك بعد ما يتخصص وسائل إعلام بأنواع مختلفة أقسام الأخبار العلمية. ويساهم الصحفيون العلميون في إشراك الجمهور في العلوم ومدهم عبر أسلوب سهل المنال بمعلومات غنية مثبتة عن طريق أعلى معايير إثبات الحقيقة، بواسطة المنهج العلمي التجريبي، ما يسهم في توسيع مجال تنفيذ العلم في حياتنا المجتمعية ودحر الخرافات والأوهام من عقول. الإعلام العلمي، تناول الإعلام العلمي قضايا العلوم أو التكنولوجيا أو البيئة أو الصحة ويقدمها للجمهور العام، وبذا يسهم في إقامة جسر يقرب العلوم للجمهور ويجذب به إليه، وهو جزء من منظومة مترابطة ومتفاعلة الحقيقة، هي منظومة العلوم والتكنولوجيا، تضم التعليم العلمي والبحث العلمي والنشر العلمي والجمعيات العلمية التخصصية، التنشئة والثقافة العلمية من خلال جمعيات أو مسابقات أو أنشطة أخرى تعنى بردم الهوية بين الجمهور العام والعلوم والتكنولوجيا، تعرف أنشطتها عالميا بالتوعية العلمية Science Outreach. بالإضافة للإعلام العلمي، وهو جزء خاص من المكون السابق، يعتمد على وسائل إعلام واتصال من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون وإنترنت وموبايل، بالإضافة للتطبيقات العلمية والتكنولوجية في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها. بالإضافة للواقع والبيئة المحيطة، إن الإعلام العلمي يعتني أساساً بالبحث الجيد وإيضاح ارتباط العلوم بالجوانب الأخرى من حياة المجتمع كالسياسة والاقتصاد والصحة مثلاً، كما يعنى بنقد العلماء والخبراء الآخرين حينما يكون ذلك ضروري. الصحافة العلمية مفهوم أهداف، إن أول ما ينبغي تعلمه في الصحافة العلمية هو التأكد من دقة المصادر العلمية ومصداقيتها لتجنب السقوط في نقل الادعاءات العلمية الزائفة، لأن معظم الصحافة العلمية تكون فيها ادعاءات علمية زائفة. أفضل طريقة للتأكد من دقة المعلومات العلمية هي الاقتصار على استخدام المصادر حسنة السمعة فقط، علما بأن العالم يتجه الآن نحو مزيد من التخصص في هذا المجال. أعلم أن العمل الصحفي معناه استخدام أكثر من مصدر، للتأكد من دقة المصدر هناك بعض الأشياء التي يمكن أخذها باعتبار. من تسأل سؤال، من كتب المادة العلمية؟ هل هو متخصص؟ هل هذا البحث العلمي منشور في مجلة تتم مراجعتها بواسطة محكمين ويعتد بها في الحقل العلمي؟ هل يمكنك العثور على مصادر علمية أخرى تدعم نفس الرأي أو المعلومة التي أتت بها هذه المادة العلمية؟ صحيح، ما هي موضوعات الصحافة العلمية؟ تضم موضوعات الصحافة العلمية بحر كبير جدا من الموضوعات، ولكن أبرز هذه الموضوعات الآتي: الموضوعات العلمية المرتبطة بالصحة والعلاج، التكنولوجيا الجديدة والنانو تكنولوجي أو التقنيات المتناهية الصقر،
موضوعات الفضاء او الاوت سبيس وموضوعات البيئه كالتغير المناخي والمياه الجوفيه، التطبيقات العلميه والتكنولوجيه في مجالات الزراعه والصناعه والخدمات، لقاحات الانفلونزا الطيور ولقاح كورونا الحالي، الذكاء الاصطناعي والحاسوب وتقنيه المعلومات، الروبوتات والهندسه الميكانيكيه الالكترونيه، شؤون البيئه والصحه والغذاء الى اخره من هذه العلميه. طيب لماذا الصحافه العلميه؟ الصحافه العلميه لانه في حراك حالي، حراك حالي ومتزايد يشهده قطاع العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، متمثلا في ظهور مشروعات وخطط علميه وبحثيه جديده وعقد المؤتمرات العلميه الدوليه في مجالات حديثه. لم يكن كافيا فقط ان تنشر الصحافه اخبارا او ماده علميه من هنا او هناك او تغطيه علميه بسيطة قد تكون سريعة وقاصرة من خلال نشر البيانات والتصريحات الصحفية تصدرها الهيئات والمؤسسات العلمية وتتناولها وتكررها الصحف، أو إصدار صفحات علمية قد يتم تحريرها على عجلة أو على عجالة، بل لا بد من تأسيس صحافة علمية لها رسالة وأهداف ورؤية جديدة تبناها المؤسسات الصحفية وتساهم فيها جنب إلى جنب مع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية لتحقيق نهضة علمية. الصحافة العلمية كيف؟ الصحافة العلمي الكف عملة نادرة في هذا الوقت، وبخاصة مع تعدد التخصصات والميات العلمية الجديدة، حيث لم يعد كافيا فقط أن يكون هناك صحفي علمي يتناول ويغطي جميع التخصصات العلمية، بل أصبح هناك ضرورة أن يكون لدينا صحفيون علميون متخصصون في مجالات علمية محددة. في الصحافة العلمية لابد أن نجد صحفي متخصص صحفيا متخصصا في شؤون النانو تكنولوجي أو في الذكاء الاصطناعي والروبوتات أو في شؤون البيئة أو في تقنية المعلومات أو في الصحة أو في الغذاء إلى غيره من شؤون تخصصات علمية وتكنولوجية كيف أصبح صحفيًا علميًا؟ ليس بالضرورة أن تكون خريج كلية علوم لكي تكون صحفيًا علميًا متخصصًا، ورغم أنه كثير من الخريجين العلوم ينجحون في هذا المجال، لكن ليس بالضرورة أن تكون خريج كلية علوم لتصبح صحفيًا علميًا متخصصًا. فقط عليك أن تخرج كلية الإعلام أن تكون قادر على التفكير النقدي وأن تقرأ كثيرًا في مجالات العلوم وتتدرب على الكتابة في العلوم وعدم خشية العلوم، تقديمها بشكل مبسط مع ربطها بقضايا المجتمع حتى يقبل عليها الغراء. تذكر أن الفرق بين العالم والصحفي أن الصحفي يكتب عن البحث العلمي بشكل مبسط ممتع في الوقت نفسه. تذكر أنك إعلامي ولست عالما. الإعلام مهنة مهمة تلعب دورا حيويا في المجتمع، لذا فإن عملك بنفس درجة أهمية عمل المزارع والسياسي والطبيب والعالم. ضع في اعتبارك أنك لست معلما باعتبارك تقدم معلومات، ولست كاتبا أديبا تقدم أدب رائع. إن وظيفتك هي أن تعرف قراءك بطريقة أن تعرف قراءك بطريقة فعالة وممتعة بنفس الوقت، وأن تحلل الأمور التي حولها جدل أو ما تسمى الآن يسمى الإعلام المراقب. إن الإعلام العلمي جيد تجنب إغراق القارئ بالكثير من المعلومات، فليس على الإعلام العلمي أن يضع أمام القارئ كل ما يعرفه معلومات، بل عليه أن يختار ما يقدمه منها للقارئ في طبق من ذهب. ما هي وظيفة الصحافة العلمية؟ كثيرة متعددة، لكن أبرزها نشر الوعي العلمي بين عامة الجمهور، معالجة القضايا والشؤون العلمية، التوعية والتثقيف العلمي، المحاور المتعمق للعلماء والباحثين، تسليط الضوء على الاكتشافات العلمية، تصدير المعلومات الزائفة، تعميق الاهتمام بالإعلام العلمي وتطويره، تقديم حلول لمشكلات البيئة وتلبية احتياجاتها، تنشيط منظمة العلوم والتكنولوجيا. هذه كلها تعتبر وظائف للإعلام الجديد، وربما تكون هناك وظائف أخرى غفلنا عن ذكرها. متى تنجح الصحافة العلمية في دورها؟ تنجح الصحافة دورها المنشود اللي هو نشر الوعي العلمي بين عامة الجمهور والدفع قدما بسياسة العلوم والتكنولوجيا إذا وجدت من ينصفها ورعاها، وإذا ظهر العلم في وسائل الإعلام دائما كما الثقافة والأدب والفن والرياضة، وإذا أصبح لدينا عدد كاد من الصحفيين العلميين لديهم المهارات والقدرات والدورات تمكنهم من إعداد التقارير العلمية المهنية المتميزة أو المميزة، وإذا عززنا العلاقة بين العلم والصحافة، وإذا طور العلماء بمساعدتنا نحن كصحفيين أدوات تواصلهم مع المجتمع عن طريق تبسيط أهمية الصحافة العلمية. تنبع من الصحافة العلمية أنها هي الوسيلة من خلالها يمكن إخراج العلماء من قاعاتهم ومن معاملهم وربطهم بالمجتمع، فالعلماء يبتكرون حلول متنوعة على مشكلات المجتمع، ومهمة الصحافة العلمية هي الكشف عن هذه الحلول وتبسيطها للمجتمع. إن المستقبل للإعلام المتخصص، وأن العلوم هي أحد أهم الأدوات لتحقيق نهضة حقيقية، فالعلم بطبيعته متداخل في كل يوم الحياة اليومية، والصحافة يجب أن تتعامل معه من هذا المنطلق لتحقيق حلقة وصل بين العلم والجمهور، وأن النهوض بالإعلام العلمي يسهم في نهوض العلم والعلماء والعكس.
الصحافة العلمية اليوم تطورت جدا واصبحت لها مؤسسات واصبحت لها روابط وجمعيات. فقد تأسست الرابطة الأمريكية للكتاب العلميين منذ عام 1934، والرابطة البريطانية عام 1947. أقدم رابطتين قوميتين في حين جاء الاتحاد الأوروبي لروابط الإعلاميين العلميين الذي تأسس عام 1971، أول اتحاد إقليمي يضم في عضويته روابط لا أفراد. وفي عام 1967 تأسس الرابطة الدولية للكتاب العلميين، أقدم رابطة دولية، وجاء من هذا السبب لزيادة الاهتمام الدولي بإشاعة العلوم بين الشعوب بالتواصل التقني. أسهمت الرابطة في إقامة المبادرات الدولية للإعلاميين العلميين بداية من طوكيو حتى تأسس الاتحاد الدولي للإعلاميين العلميين عام 2002، منظمة غير هادفة للربح تمثل 30 من الروابط القومية والإقليمية والدولية للإعلاميين العلميين. وفي عام 1904 تأسس الرابطة العربية للإعلاميين العلميين، وهي أيضا عضو في الاتحاد الدولي أو الرابطة الدولية الاتحاد الدولي للإعلاميين العلميين. ما الذي يتجنبه في تجنب فعله في الصحافه العلميه؟ في الاعلام العلمي هناك الكثير من ما ينبغي تجنبه. لا تقدر تغتك الاعلامي بصفه الطريقه التي وردت في البيان الصحفي الذي استقيتها منه. لا تظن انه ينبغي عليك ارضاء العلماء او الاطباء بتقاريرك، فلأنت لست المتحدث الرسمي اسمه، وربما ينبغي عليك رغم ذلك ان تشرح للعلماء الذين تجري معهم مقابلات ان هناك فرقا بين العلاقات العامه والاعلام. لا تتردد في ان تحاول اكثر من عالم في الموضوع الواحد، بان ذلك سوف يمكنك من ان تقدم جانبين او اكثر من تقدير. لا تتردد في ان تزور اكثر من جامعه او معهد بحث حول نفس الموضوع. لا تبالغ بتضخيم اهميه اكتشاف ما من اجل ان تروي لتغطيتك الاخباريه. حاول ان تضع الاكتشاف في سياقه الطبيعي. لا تضع معلومات غير ضروريه في مقالاتك. فالاعلام في كثير من الاحيان هو ترك ما لا ينبغي من اجل وضع ما ينبغي. لا تخف من ان تزال ازلقه تبدو قبيرة، ان ذلك من وظيفتك، ولانك لن تعدم من قرائك من يحتاج الى اجابه تلك الازلقه. لا تخف من ان تقول للعالم عفوا انا لا افهم ما تقول. اما في الصحافه العلميه يجب ان تفعل الاتي: حاول ان تحكم في تغطيتك الاعلاميه، وحاول ان تفكر، حاول ان تكون دقيقا قدر المستطاع. اجب على الاسئله التاليه اللي هي: من، ماذا، متى، اين، لماذا، وكيف. تلك الاسئله المعروفه، السته المعروفه. تاكد من الحقائق التي توردها في تغطيتك. حاول ان تقدر اهميه تغطيتك الاعلاميه. حاول ان تجاهد ان تجد وتشرح خلفيه القصه. اجعل عملك شفافا. راعي عمليه التحرير في عملك ان الاعلامي الذي يرفض استماع النقد من زملائه لا يعمل بحرفيه. كيف اكتب موضوعا علميا الصحافه؟ سهل جدا. اذا كنت تريد فقط ان تقدم جد اخبار او ان تضع موضوعك الاعلامي بسياقه، فان شكل الاخبار القصير هو غالبا الشكل الافضل. اما اذا كان لديك موضوع اطول لتحكي عنه يتطلب معلومات وخلفيات اكثر، فان المقاله ربما تكون افضل. اما اذا كانت تغطيتك الاعلاميه عباره عن راي شخصي، فقدمه بشكل مقال تعليقي او حوار او تحقيق. اما الاذاعه والتلفزيون فيقدمون اشكال مختلفه عديده، في المقابلات، التقارير مع مقاطع من مقابلات الموضوعات الوثائقيه، للتاكد من ان ما تنتجه تناسب مع النشر. فلتعمل على ان تجد أو تطالع أو تستمع إلى موضوع منشور في الشكل الإعلامي الذي اخترته. حاول أن تتأقلم مع أكبر عدد ممكن من القوالب. صدر مصادر الصحافة العلمية كثيرة. لا يكفي في الصحافة العلمية أن تتحدث فقط إلى العلماء، فربما تحتاج إلى حديث أيضا مع أعضاء بعض المؤسسات الأهلية أو السياسيين أو ممثلي الشركات أو مع عموم الناس أو المرضى الذين يعانون من مشكلة ما. قابل كل من يتيسر لك من أشخاص، لكن تأكد من أن الإعلام يجب أن يعمل بشكل فعال. لا تضيع وقتك مع مصادر أو مع جوانب من القضية لا تخدم تغطيتك الإعلامية. هناك مصادر أولية ومصادر ثانوية. مصادر أولية الناس، السياسيون، الجيران، الأطباء إلى آخره، الإعلاميون الآخرون إذا كانوا في وسط حدث ما يدور تقرير صاحب حولهم، المقابلات الفردية مع العلماء والخبراء سواء وجها لوجه أو عبر التلفون أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الإيميل أو داخل المعامل أو عند المؤتمرات أو داخل الحقل المحيط، الغابة أو المنزل والمؤتمرات الصحفية. المصادر الثانوية وسيلة إعلامية أخرى للإعلاميين، وسيلة إعلامية أخرى التي تكون هي مصدر ثانوي. الإعلاميين الزملاء الذين يغطون موضوعات ذات صلة أو موضوعات في نفس الموضوع بتاعك، البيانات الصحفية التي ترسل عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، النشرة الإلكترونية من خلال عضوية شبكة ما، ساحات الحوار، مواقع المؤسسات العلمية وشركات الأوراق العلمية. ما هي مشكلة الصحافة العلمية العربية؟ يعني الصحافة العلمية العربية ليست كما هو الحال بالنسبة للصحافة الأجنبية العلمية. فهناك قياب للبرامج التعليمية الأكاديمية للإعلام العلمي في الجامعات، إلا في الجزائر
عدم وجود برامج تدريب، برامج تدريب المنتظمة ولو من خلال آلات التدريب الإلكتروني قليلة جدا، الاستعانة كثير بالمنظمات الأجنبية، قلة عدد من عدد وسائل إعلام العلم العربية بالنسبة لعدد السكان الذي يفوق 338 مليون نسمة، غلبة الترجمة والحديث عن الشأن العلمي العالمي، يعني نستعين بالإعلام العلمي العالمي وليس لدينا إعلام علمي عربي. عدم اهتمام المؤسسات الاعلاميه بفرد مساحات اوسع تغطي العلوم العربيه وعدم انشاء قسم علمي لانه ضعف العائد من هذه الصحافه العربية. خلاصه هذه المحاضره ان الصحفي العلمي يوضح للناس كيف يمكن للعلوم ان تفيد الافراد المجتمع، ومن ثم فان الصحافه العلميه تمنح صوتا لافراد المجتمع، ومن ثم فان الصحافه العلميه والدور الصحفي العلمي الأساسي هو تنمية التشكك الخلاق لدى الأفراد حتى لا يجعل المجتمع ضحية للعلم الضار أو المدلس. يقول الفيلسوف الفرنسي جاستون باشيلار إن الصحفي العلمي يثبت إحدى قدميه في عالم الأفكار والأخرى في عالم الحياة اليومية الذي نحيا. هناك أسئلة كما تعودنا في كل محاضرة، تكون هناك أسئلة سوف تساعدك على معرفة النقاط التي أثرتها المحاضرة هذه. الإجابات على تلك الأسئلة أو الإجابات المحتملة عليها تجدها داخل نص المحاضرة، حاول لا تنظر إليها قبل أن تكون قد كتبت بالفعل إجابتك على رقعة من الورق. هذه هي الأسئلة، أربع أسئلة تقريبا، أجيب عليها واحتفظ بها، ربما أيضا هذه الأسئلة ترد في امتحان النهائي إن شاء الله المفتوح. هذه واجب، هذا واجب، مطرحات قدامي عبارة عن واجب. هناك بعض المبادرات لتعزيز الصحافة العلمية في العالم العربي، بعضها فردي وبعضها مؤسسي، ولكن هناك من يرى أن أغلب المنابر العلمية الجادة في العالم العربي هي في الحقيقة أفرع عربية لمنتجات ذات محتوى إعلامي وعلمي دولي، مثل النسخة العربية من نيتشه أو ناشونال جيوغرافيك. فهل من الضروري البحث عن أو بحث في تأسيس مشروعات عربية للمحتوى العربي العلمي بشكل احترافي؟ لماذا وكيف؟ ارسل اجابتك بمحادثه خلال مده تتجاوز يوم 21 ابريل 2020 عبر البريد الالكتروني التالي، وبالله التوفيق والهدايه حتى جديد اللقاء، نستودعكم الله، لا تضيع ودائعه، وفي امان الله.